أيضا السائل فارس أحمد وهو عامل في بلجيكا يسأل يقول: ما حكم اللحوم التي نأكلها في بلاد الغرب التي تذبح على غير طريقة على غير شريعتنا؟ هل نعتبرهم من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا؟ ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب، لأنهم ينتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام، وإما إلى دين موسى صلى الله عليه وسلم، فهم على ظاهرهم على ديانتهم، وما ذبحوه فهو حلال، لكن بشرط أن لا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية، أي أنهم يذبحونه بطريقة الصعق حتى يموت بدون تذكية، فهذا لا يحل، سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي، لأنه لا بد من إنهار الدم في الذكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.